وعلاش ما تروحوش للصحراء الغربية وقاعدين في الصحراء مخيمات الجبل؟ خليتونا انتو، خليتونا انتوما نروحوا، بيعتونا الاوهام. علاش ما اش دي قدمت؟ لك كان حتى الرباح؟ واحد يشت ما كان حتى واحد يشتكم؟ شكون اللي يشتكم؟ تبون لا شوف مادام، شوف، الصمت اسمح لي، صمت، حنا كاع مادام ما تلينا انتم الدور تقولوا، ولا مادام تيدور انتم ولا جمبور تقولوا اللي هات تيدور، حنا ما تلينا سمحوا لي غير. رباب، رباب اسمحي لي، مادام انتوما مستعرفين بالصحراء، بالصحراء غربية أو مغربية ما يهمش، علاش ما تروحوش لبلادكم وتقعدوا فيها انتوما، تاكلوا في الغلة وتسبوا في الملة؟ بلا جميلك، هذاك بلا جميلك، عرفت شنو هو بلا صمت جميلك؟ صمت سك عضيلة. صمت يعني صمت، حنا ندورو دراك ننتقمو، ردوا حياتنا اللي ضاعت 50 سنة من الجزائر، ضيعتها من الجزائر. سمعت السلطات اها الجزائرية والشعب الجزائري ضيع لنا حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا. اها سمعت اللي تيندوف تعطونا تيندوف وتوف. ارفدوا سلاحو، ارفدوا سلاحو، حاربوا الجزائر باش تدوا تندوف. لا هنعدوها عن قريب، هنعدوها رانا فيها، رانا ارفدوا تندف، سلاح، رانا فيها، رانا فيها، رانا فيها شوف تندف، رانا نتحداكم فيها. إلا أنتم تحداك انت عايشين، تجيل تندف. اسمح لي، نتحداكم إلا أنتم عايشين في الجزائر، ونتحداكم إلا أنتم صحراويين، أنتم مغاربة مستوطنين في الصحراء الغربية، أنتم مغاربة. شوف ونتحداك إلا واحد يقول الحقيقة، يدير لنا لايف على المباشر في صمت المخيمة، صمت، لا في تحلف لا المخيمة. تحلف لا هما يقلعوا من تحداكم، التليفون، هما أنا اصلا نتحداكم. هما تندوف، دير ما لايف، حد عنده دير الصمت لايف يا في وسخ. المخيمات، دير لايف، دير الصمت لايف. يا عمي، الصمت يا، الصمت يا عمي، طبون الصمت، صمت انتما صمت يا وسخ. مغاربة شي شوف، شي مستوطنين، شوف يا واش، شي شوف، صمت صمت، شي شوف لا يا، تكذب شي شوف، الصحراء شي شوف، الغربية. شي شوف يا واش، شي شوف. ما اول شيء باش تعرف عنك، يعني علمك قليل في تندوف. اول شيء الهواتف المحموله ممنوعه، واللي جاي نقلع منه تليفونه، ممنوع تصور في تندوف. هذه واحده. ثاني شيء، انت مالك لا يجي هون تعطينا احنا الجنسيه، كاننا صحراويين، كاننا مستوطنين، كاننا موزمبيقيين، هذا الشيء ما يعنيك. فهمتني؟ انتوما أنت بيعتونا الوهم. الصمت، صمت، بيعتونا الوهم. اسمع لي، يعنيني لأنك تتكلم عن ولاية جزائرية، أنت تتكلم راك تهدر على الجزائر بأكملها، يعنيني لأن من رانك غلط جزائري، يا خويا، رانك غلط، لأنني رانك غلط، أنت جمهورية اتهمتني، لا تغلط، لا أنت تغلط. اتهمتني باللي يا نسب وأنا تبون ما تبيتش، أنت يا اتهمتني. تبون يا تفضل تبون، فيني أو تفضل فيني أقول كلمة لك يا تفضل تبون؟ أخي، لما تفضل. تحكي لك اسمع، لما تحكي شيء احكي شيء منطقي. لك في مجلة الجيش عنكم قالوا إنه رسموا الحدود مع الصحراء جمهورية تندوف وكذا 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 بحضور الرئيس بن بطوش، مو هيك؟ لا يوجد لك كيف ما أنت مجاوبك. تعترف بمجلة الجيش أو لا؟ أي مجلة؟ مجلة الجيش هاي اللي تابعة للقوات المسلحة الجزائرية، هاي الجيش الشعبي الوطني الوطني ما بعرف اللي أعطيني نسخة، أعطيني نسخة. لك هلا صرت لك، انا اعطيتك المعلومة، انت روح ابحث عن هاي لا المعلومة. أعطيني نسخة، أنتم تجيبوا معلومات، تجيبوا معلومات اسمع، من رفانكم، لك اسمعني أنتم مشان تجيبوا كل معلومات من رفانكم. المعلومة، لك أعطيني نسخة، أعطيني نسخة، راح أعطيني اعطيك نسخة. في اللايف، في اللايف الثاني راح اعطيك النسخة. لك اسمعني، قالوا انه أنت رسموا الحدود لك، بعدين اسألني اللي بدك اياه. قالوا انه تفضل. رسموا الحدود كمان، هاي الرئيس بن بطوش قام عم بيقوم بتدشين مرحاض هيك، مصنع للنفايات بتندوف، ببشار، بهالمناطق. يعني هاي المناطق صارت جمهورية تندوف بالوثائق بالرسميات كمان. هاي بالأحلام، الجيشي عضو في الأسماء. اسمع لك، اسمع لك، كيف أحلام هاي؟ واحد عم هاي بيدش أحلام. صانع عم بتقلي لا؟ الجزائر دولة عظمى، دولة عظمى. اسمع 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 اسمع، أنت يا سوري تدعي بأنك سوري، الجزائر أتحدث دولة عظمى،
الجزائر، اسمع اسمع، الجيش الجزائري، الجيش الشعبي الجزائري جيش قوي. ونعطيك غير مثال، كيف طرد تقول عنه المغاربة، قوي؟ ماذا طرد، طرد من لا المغاربة؟ نعطيك دليل، أعطاكم نعطيك دليل، طريحتي نعطيك دليل، الحسان نعطيك الثاني دليل، نعطيك المغفور، دليل، الحسان الثاني أعطاكم طريحتي، خليني فهم نهدى، قال واحد نعطيك وهم قال دليل، جوج عليه تكيدب. نعطيك احنا دليل، عرفنا قرينا التاريخ، كنتوا انتم مضلين وعرفنا نعطيك التاريخ. دليل، اسمح اي لي، دليل؟ خليني نهدى، خليني نهدى، نعطيك دليل باللي الدولة الجزائرية دولة قوية. علاش؟ خرجت المغاربة من أراضي الجزائرية بمجرد مكبر صوت، بمكبر صوت، كذابك كذابك، غشي معاك كذاب، بمكبر معاك كذاب، صوت. معاك كذاب، أنت والله جاي يطلق كذبك. تدعي أن يا تندوب في تبون، جمهورية. يا تبون، يا تبون، والله أنت غبي، عارف ليش غبي؟ لك يا أخي الجزائري، تفضل يا الجزائري، مثقف، يا الجزائري، مثقف. يا الجزائري، هي اللي ما عدت انتم تبون المغربية. دولة عظمى، كيف انها كاتلة فيكم المغاربة، كيف والنامس كاتلين فيكم 25 جزائري، سمعت كاتلينها في الربط، يا وباش ليه تردوا عليهم؟ في أي أعطني سنة؟ بالأمس يامس، قلت يامس لك، 25، قول له يامس يامس ويقول لك أعطني 25، السنة. يامس قولي. 25 يامس كاتلينها المغاربة في الربط، يا وباش ليه تردوا عليهم؟ يا الجمهورية العظمى. أنت تلمدي في معلومات غلطة، تلمدي في ها معلومات غلطة وتنشري فيها ها، في المواقع. أنا احنا روحي نعطي غالطين، أرواحي نعطي تلمدي في معلومات غلط. أنت مستوطنة انتوا مغربية في شو يا الصحراء الغربية، الجزائر، وعلاش ما تروحوش للصحراء الغربية وقاعدين في الصحراء مخيمات الجن؟ خليتونا انتم نروحوا، بيعتونا الاوهام. علاش ما اشد لك كان حتى الرباط. واحد يشك، ما كان حتى واحد يشتكم، شكون اللي يشتكم؟ تبون لا وصفر. شوف شوف، احنا صمت اسمح لي، صمت، احنا قاعد لينا قاعدين دوروا لا ما تندب، دام دوروا انتم لا تقول جمهورية انتم تندب، جاي احنا ما تسبوا لي تلينا رباط. رباط اسمحي لي، ما دام انتم مستعرفين بالصحراء غربية أو مغربية، لا ما يهمش، علاش ما تروحوش لبلادكم وتقعدوا فيها انتم تاكلوا في الغلة وتسبوا في الملة؟ بلا جميلك، هذاك بلا جميلك، عرفت شنو هو بلا صمت جميلك؟ صمت يعني سكع ضيلة. صمت يعني صمت، احنا ندورو، احنا ندورو دركنا ننتقمو، ردوا حياتنا اللي ضاعت 50 سنة من الجزائر، ضيعتها من الجزائر، سمعت السلطات اها الجزائرية والشعب الجزائري ضيع لنا حياتنا ومستقبلنا، مستقبل أولادنا، اها سمعت لا تيندوف، تعطونا تيندوف وتوف، ارفدوا سلاح وحاربوا الجزائر باش تدو تندوف. لا نعدوها عن قريب، لا نعدوها. رانا فيها، رانا تندف، رانا فيها، رانا فيها، رانا فيها، شوف تندف، رانا نتحداكم، فيها، نتحداك انت تجيل تندف. اسمح لي، نتحداكم الا انتم عايشين في الجزائر، ونتحداكم الا انتم صحراويين، انتم مغاربه مستوطنين في الصحراء الغربيه، انتم مغاربه. شوف، ونتحداك الا واحد يقول الحقيقه، يدير لنا لايف علم مباشر في صمت المخيمه، صمت، لا في تحلف، لا المخيمة. تحلف، هما لا يقلعوا منا نتحداكم، التليفون، أنا هما أصلا هما نتحداكم، هما تندوف، ما دير قال لك لايف، حد عنده. دير صمت لايف يا في وسام، صمت المخيمات، دير صمت لايف، صمت دير صمت لايف، يا عمي، صمت يا صمت يا عمي طبون، صمت 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 يا وسام. مغاربة مستوطنين، شي شوف يا واش، شوف صمت شي صمت، شوف لا يا تكذب، شي شوف الصحراء الغربية. شي شوف يا واش، شوف اول شيء باش تعرف عنك، يعني علمك قليل في تندوف. اول شيء الهواتف المحموله ممنوعه، واللي جاي نقلع منه تليفونه ممنوع، تصور في تندوف، هذه واحده. ثاني شيء انت مالك لا يجي هون تعطينا احنا الجنسيه، كاننا صحراويين، كاننا مستوطنين، كاننا مزنبقيين، هذا الشيء ما يعنيك، فهمتني؟ أنت انتوما بيعتونا الوهم. الصمت صمت صمت، بيعتونا الوهم. اسمع لي، يعنيني لأنك تتكلم عن ولاية جزائرية، أنت تتكلم، راك تهدر على الجزائر بأكملها، يعنيني لأنني رانك غالط جزائري، يا خويا، رانك غالط، لأنني رانك غالط، أنت الجمهورية لا اتهمتني، تغلط، لا أنت تغلط. اتهمتني باللي يا نسب وأنا تبون، ما تبيتش، أنت يا اتهمتني. تبون، يا تفضل تبون، فيني او تفضل فيني اقول كلمة لك يا تبون؟ تفضل أخي، لما تفضل. تحكي لك، اسمع، لما تحكي شيء
احكي شيء منطقي. لك في مجلة الجيش عنكم قالوا إنه رسموا الحدود مع الصحراء جمهورية تندوف وكذا 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 بحضور الرئيس بن بطوش، مو هيك؟ لا يوجد لك كيف ما نجربه. تعترف بمجلة الجيش أو لا؟ أي مجلة؟ مجلة الجيش هاي اللي تابعة للقوات المسلحة الجزائرية، هاي الجيش الشعبي الوطني الوطني ما بعرف اللي أعطيني نسخة، أعطيني نسخة. لك هلا صرت لك انا اعطيتك المعلومة، انت روح ابحث عن هاي لا المعلومة. أعطيني نسخة. لا أنتم اسمع تجيبوا معلومات، تجيبوا معلومات اسمع لا من تسمعني ريفانكم. لك اسمعني أنتم مشان تجيبوا اقول لك معلومات من ريفانكم. المعلومة. لا أعطيني نسخة، أعطيني نسخة، راح أعطيني اعطيك نسخة. في اللايف، في اللايف الثاني راح اعطيك النسخة. لك اسمعني، قالوا انه أنت رسموا الحدود لك، بعدين اسألني اللي بدك اياه. قالوا انه تفضل. رسموا الحدود كمان، هاي الرئيس بن بطوش قام عم بيقوم بتدشين مرحاض هيك مصنع للنفايات بتندوف ببشار بهالمناطق، يعني هاي المناطق صارت جمهورية تندوف بالوثائق بالرسميات كمان. هاي بالأحلام، الجيجي بالأحلام، عضو في الاسمع اسمع بالأحلام، لك اسمع بالأحلام، لك كيف احلام هاي؟ واحد عم هاي بيدش أحلام. صانع عم بتقلي لا الجزائر دولة عظمى، دولة عظمى. اسمع 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 انت يا سوري التي تدعي بأنك سوري. الجزائر أتدعي دولة عظمى. عظمى. الجزائر اسمع اسمع، الجيش الجزائري، الجيش الشعبي الجزائري جيش قوي. ونعطيك غير مثال، كيف طارد تقول عنه المغاربة، قوي؟ ماذا طارد. طرد من لا المغاربة؟ نعطيك دليل، أعطاكم نعطيك دليل، طريحتي نعطيك دليل، الحسان نعطيك الثاني دليل، نعطيك المحفور، دليل، الحسان الثاني دليل. أعطاكم طريحتي، خليني فهم نبدأ، قال واحد نعطيك وهم قال دليل، جوج على تكيدب. نعطيك احنا دليل، عرفنا قرينا التاريخ، كنتوا انتم مضلين وعرفنا نعطيك التاريخ. دليل. اسمح اي لي، دليل؟ خليني نهدر، خليني نهدر. نعطيك دليل باللي الدولة الجزائرية دولة قوية. علاش؟ خرجت المغاربة من أراضي الجزائرية بمجرد مكبر صوت، بمكبر كذيبة، صوت، كذيبة، ذا الشيء مع الكذيب، مع بمكبر الكذيب، صوت. مع الكذيب. أنت والله جاي يطلع كذبة. تدعي أن يا تندوف تبون، جمهورية. يا تبون، يا تبون، والله أنت غبي. عارف ليش غبي؟ لك يا الجزائري، تفضل يا الجزائري، مثقف، يا الجزائري، مثقف. يا الجزائري، هي اللي عدت انتم تبون دولة عظمى. كيف انها كاتلة فيكم من مغاربة؟ كيف والناس كاتلين فيكم 25 جزائري؟ سمعت كاتلينها في الربط. يا وباش ليه تردوا عليهم؟ في أي أعطني سنة؟ بالأمس يامس، يامس بالأمس 25، يقول له يامس يامس ويقول لك أعطني 25، السنة. يامس أيوه. 25 يامس كاتلينها المغاربة في الربط. يا وش ليه تردوا عليهم؟ أنت يا تلمدي الجمهورية في العظمى. أنت تلمدي في معلومات غالطة، تلمدي في معلومات ها غالطة وتنشري فيها ها، في المواقع. أنا احنا روحي غالطين. نعطيك، أنا روحي نعطيك، تلمدي في معلومات غلط. أنت مستوطنة انتوما شو مغربية شو في شو شو يا الصحراء الغربية. الجزائر،